بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، الإخوة المتابعون جميعا، ينطلق شوط آخر والشوط السابع في هذه الفترة المسائية. نتمنى التوفيق لكل المشتركين، نتمنى التوفيق لكل المحبين وكل العشاق مشاهدينا. هنا المركز الأول والصدارة، الصدارة مع الشاهدية لعبد الله بن حمد بن حمدان المنصوري رائع. الشاهدية أيضا في شوط طاف يكرر الموقع مرة أخرى ويكرر الموقف مرة أخرى. والمركز الثاني هنا أيضا الدخول مع انطلاقة مشاهدينا الشاهينية عبد الله بن محمد بن يحيى الجنيبي، هو من بدأ يتقدم في هذه اللحظات. الجنيبي النقل بالمركز الثالث، المركز الثالث أيضا الشاهينية لعبد الله بن حمد بن حمدان المنصوري دافع بأكثر من عتاد ما شاء الله. هذين الثلاثة. المركز الرابع الباهية لحمد بن جمعة بن عبد الله الكعبي صاحب نقطتين في هذا الأداء الجميل ما شاء الله تبارك الرحمن. الكل واصل، الكل متواجد. شوفوا 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 الصدارة، شوفوا المعركة اللي قايمة اللي جاي من المناطق الخلفية ما شاء الله. بن حميدان وهنا الكعبي، وناخذ المركز الثالث الربيع. نعم، شعار الربيعي اللي متواجد ما شاء الله بقوة الأقوياء علي بن سالم الربيعي مع العاصمة في المركز الثالث. والمركز الرابع بن حميدان. نعود للصدارة، بن حميدان ومن الجانب الدوني الكعبي حمد بن جمعة بن عبد الله الكعبي يتقدم ما شاء الله. وصل بن حميدان بالمركز الأول والثاني ما شاء الله. يا بن حميدان يا بن حميدان يدفع باثنين. وصلت، شوف وصل، وصل الخزناوي، وصل بن حمدش، بن حمدش وصل من المناطق الخلفية. سلام وين السلام وين؟ وثباوي ولا خزناوي؟ وثباوي ولا خزناوي؟ بن حميدان وبن حمدش، بن حميدان بن حميدان بن حميدان على المرة الثانية على التوالي. سلام لعبد الله بن حمد بن حميدان المنصوري بهذا الإنجاز الكبير المستحق. المركز الثاني، مركز ثاني بن حمدش. نعم، مع الشاهينية سعيد أو منصور بن سعيد محمد المبارك الخيالي. المركز الثالث ايضا بن حميدان عبد الله بن حمد بن حميدان المنصوري. دقيقتين و17 95 دقيقتين 17 95. سلامي عليك يا بن حميدان على المره الثانيه على التوالي. عبد الله بن حمد بن حميدان المنصوري.